إذاعة سلطنة عمان تقدم ضفاف للكتابة، ضفاف للأمكنة، ضفاف للسفر، ضفاف للولع، ضفاف للكلمات. ضفاف يصحبكم معها صالح بن علي العامري. ضفاف إخراج شمس الريسي. اليوم العالمي لغسل الأيدي. التفاصيل مهمة، وفي هذا العالم الذي صار سمينا بما فيه الكفاية بالنكبات والأمراض والحروب والمآسي، نحتاج كما يبدو ليس لأعيادنا الروحية فحسب، بل لأيام ومناسبات تتعلق برفع الأدران والأوساخ عن أجسادنا، والتذكير بأهمية نظافة أعضائنا التي تشتغل وتعمل وتؤدي وظائف لها بطريقة صحيحة أو خاطئة، خصوصا إذا ما عرفنا أن 5000 طفل في العالم يموتون يوميا بسبب أمراض تتعلق بنظافة اليدين على سبيل المثال. 15 من أكتوبر يصادف اليوم العالمي لغسل الأيدي. في هذه الحلقة يقارب القص والروائي سليمان المعمري هذا اليوم ثقافية، ويكتب بأسلوبه المميز عن تداعيات تتعلق وتتعالق مع وبهذا اليوم العالمي. كن سائرا في ذا الزمان بسيره، وعن الورى كن راهبا في ديره، واغسل يديك من الزمان وأهله، واحذر مودتهم تنل من خيره. إني اطلعت فلم أجد لي صاحبا أصحبه في الدهر ولا في غيره، فتركت أسفلهم لكثرة شره، وتركت أعلاهم لقلة خيره. الإمام الشافعي. ذات يوم من صيف عام 2009، وبينما كنت أمام التلفزيون، رأيت مشهدا تمثيليا عن مجموعة من المصلين يخرجون من المسجد بعد الصلاة. يتقدم أحدهم إلى الإمام ذي الجثة الضخمة والصوت الجهوري ليصافحه، لكن هذا الأخير لم يكتفي بالامتناع عن مصافحته، بل نصحه أيضا بعدم مد يده، لأن في ذلك إلقاء بها إلى التهلكة. كان ذلك المشهد إعلانا ترويجيا للوقاية من مرض H1N1 الذي كان حديث العالم في ذلك الوقت. ورغم مبالغته، أي الإعلان، خاصة أنهم خارجون من صلاة، أي أن أيديهم لم تزل نظيفة، إلا أن ذلك المشهد هو الذي نبهني للمرة الأولى إلى أمر كنا نمارسه باعتيادية نمطية وكان لا مفكرا فيه لفرط بديهيته، وهو أهمية نظافة اليدين. كان مدهشا بالنسبة لي أنني انتبهت لأهمية التنفس قبل انتباهي لأهمية نظافة اليدين بأكثر من 30 عاما، بسبب إصابتي بالربو وأنا طفل، أو ما يعرف بالدارجة العمانية ضيق النسم. كانت السوائل المعقمة آنذاك
أعني عام 2009 تملأ كل مكان، البيوت، أماكن العمل، المساجد، المطاعم، المستشفيات، المجمعات التجارية، وحتى دور السينما. وكان ساخرا بما فيه الكفاية أن ينتبه الناس لأهمية النظافة بسبب خنزير مصاب بالزكام. في تلك السنة أي 2009 كان قد مضى عام واحد فقط على انتباه الأمم المتحدة لأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، بتخصيصها يوما عالميا لترسيخ ممارسة هذه العادة. كان الاعتماد الرسمي لهذه المناسبة قد جاء بدوره بعد عام واحد فقط من تربع بان كي مون الذي لم أحبه يوما على قمة المنظمة الدولية. ولكني لن أعرف شيئا عن هذا اليوم العالمي إلا بعد 6 سنوات، أي عند كتابة هذه السطور عام 2014، معبئا بعشرات السطور التي أمدني بها العم جوجل. وها أنا أعرف الآن أن نحو 5000 طفل حول العالم يموتون يوميا بسبب أمراض لها علاقة بنظافة اليدين، وبالتالي القضاء على أكثر من 3.5 مليون طفل سنويا دون الخامسة. يبدو لي الآن أن الرجل الذي لم أحبه يوما، الرجل الذي ظننته مجرد قلق أبدي وأنه الوحيد الذي يتقاضى راتبه من مجرد تعبيره عن القلق، يبدو لي أن له فلسفة ذكية لحماية العالم من الموت أو لجعله أكثر حياة. فقد بدأ عهده بالنظافة، وليست أي نظافة بل نظافة اليد، هذا الرمز الذي يحيل مباشرة إلى النزاهة والاستقامة والأخلاق الرفيعة. هل لي الآن أن أتقمص محللا نفسانيا لأقول إن الرجل القلق كان يعمل على مستويين، ظاهر وباطن؟ في الظاهر كان يكتفي وهو يشاهد القتل والدمار والفساد والحروب المشتعلة في كل مكان من العالم، كان يكتفي بالتعبير فقط عن قلقه. وماذا بوسعه أن يفعل أكثر من ذلك وهو المكبل بإرث أكثر من 60 سنة من ضعف المنظمة الدولية وهوانها؟ لكنه في الجوهر كان يحاول أن يعالج المشكلة من جذورها، أن ينشئ جيلا جديدا يمتاز بنظافة اليد. فالمستهدف الأول من هذا اليوم العالمي هم الأطفال، إذ من البديهي أن الكبار ليسوا بحاجة لتلقينهم أهمية غسل اليدين بالماء والصابون. وهذا ما يفسر أنه في صعيد مصر، وهي واحدة من عشرات الدول التي تحتفل بهذه المناسبة في 15 أكتوبر من كل عام، ومنها أيضا الصين وألمانيا وأفغانستان وبنغلاديش وأثيوبيا والعراق وكينيا وماليزيا وباكستان وغيرها، في صعيد مصر أصبح الأطفال هم العنصر الحقيقي للتغيير. فبالحديث مع آبائهم عن التغيرات السلوكية البسيطة مثل غسل اليدين بالصابون قبل تناول الطعام وبعده أو بعد استخدام دورة المياه، قام هؤلاء التلاميذ بنشر الوعي حول النظافة الشخصية الجيدة. وبإلهام من أطفالهم بدأ الآباء والأمهات يغيرون سلوكهم، بل وبدأوا يوجهون مزيدا من الاهتمام لنظافة أطفالهم الشخصية وتزويدهم بغذاء صحي أكثر. إن حكمة بان كي مون تكمن في تعويد هؤلاء الأطفال على نظافة اليد الحسية مبكرا، مما سيزرع فيهم بالضرورة التعود على نظافة اليد المعنوية. وعندما تعم الأيادي النظيفة العالم فلن يكون هناك فساد ولا سرقات ولا حروب ولا عنصرية ولا قتل على الهوية ولا انتهاكات لحقوق الإنسان ولا الحيوان. الآن ظهر الحق وبان، لقد ظلمتك يا بان. ما زرعه هذا الرجل الكوري في عام 2008 حصدته اليونان بعد 4 سنوات وإن لم تنسب الفضل إليه. ففي عام 2012 بالذات
دشنت اليونان ما عرف صحفيا بحملة الأيدي النظيفة التي طالت وزراء سابقين على خلفية فساد مالي. وها هي النظافة المعنوية للأيدي تتبع النظافة الحسية. صحيح أنني لم أجد في البحث شيئا عن احتفالات بلاد إسخيلوس باليوم العالمي لغسل اليدين بالماء والصابون، ولكن من قال إن جوجل يعلم كل شيء؟ بان نفسه لا شيء يثبت أنه يغسل يديه بالماء والصابون، لا صورة ولا خبر ولا معلومة. ولم أجد ما يثبت أيضا أن هذا الاحتفال السنوي كان من بنات أفكاره هو بالذات. الشيء الوحيد الذي لا يحتاج لكبير عناء لإثباته عن بان هو أنه رجل قلق، بل إنه يغسل يديه بالماء والقلق. كنا مع القاص والروائي سليمان المعمري، وقد ذهب بأسلوبه الرشيق والطريف للكتابة عن اليوم العالمي لغسل الأيدي من خلال تداعيات مرحة وتناول لا يخلو من حس ساخر، في إشارة إلى الأيادي النظيفة في بعديها الحسي والمعنوي. يتضح لنا أسلوب المعمري ككاتب ساخر ومتهكم من خلال أعماله القصصية الأولى، كما في مجموعته الأشياء تبدو أقرب مما تبدو في المرآة، كما تجلى هذا الحس في عمله عبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل، فضلا عن روايته التي صدرت عن دار الانتشار العربي الذي لا يحب جمال عبد الناصر، إلى جانب مقالاته المنشورة عبر الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية وكتاب مقالاته ونصوصه. يا عزيزي، كلنا ضفادع. ضفاف مع صالح العامري وشمس الريسي.